لا انا معاك يا حد. وريني هتجيبي مين؟ انا هجيب لك اصغر ولادي. ايش اللي تجيبيه يا رودي؟ المذبح هناك اللي ابوك بيتخانق جري. رودي تعال يا رودي. ماما دودة تعال. الراجل ده بيطالبني بفلوس. انا عايز 72 جنيه دلوقتي حالا. ايه؟ عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. طب اقعد. انا جبت لك اهو المعلم جوزي بقى. خير يا فندم؟ لو سمحت عايز اي مسؤول هنا لو سمحت اتكلم معايا. طيب دقيقه واحده انا هقدر حاجه من دلوقتي. مدام وديده. ها؟ في ناس في زباين عايزين حضرتك. انت صوتك مش تمام. في زباين عايزين حضرتك. يا زباين ها؟ انا عاجبني بقى زي الحلاوه الطحينيه. جاي من المحل ومعايا المدام. معلش مش سامعاك. جاي من المحل معايا المدام بتاعتي وراكن العربيه بره. بتشتري فانيلات؟ بتشتري ايه حضرتك؟ فانيلات ليا. ليك انت؟ ليا انا. ليك انت؟ هي دي الفانيلات اللي تديها لها؟ تيجي كده مقاسها دي؟ ايه ده؟ دي الفانيلات اللي انا البسها؟ دي كراجل جزار يلبس حاجه زي دي؟ حضرتك ايه؟ نعم كراجل جزار. اه وفي مذبح. انت جزار يلبس حاجه زي دي؟ انت جزار؟ اه. وفين؟ في المذبح. في المذبح؟ اه. وتلبس ايه؟ فانيلات زي دي؟ افتح القلب شويه حاول تلبسها حضرتك. البس ايه؟ ما هي بتطول حضرتك. بتطول ايه يا مدام؟ ده كل الموضه حضرتك كده دلوقتي. موضه ايه يا مدام؟ احنا جزارين ما نعرفش الا موضه ولا بتاع. احنا عايزين حاجه فانيلات ليا لو سمحت. ايه اسم حضرتك ايه؟ ممدوح. اهلا بيك يا ممدوح بيه. انا وديده. اهلا وسهلا. مديره المحل هنا حضرتك. اهلا وسهلا. وحضرتك انت مالك ومال اسمه؟ انت هتناسبيني؟ مش مالك ومال اسمه؟ مش سامع حضرتك. انت مالك ومال اسمه؟ انا عايز اسمعك كويس. قول حضرتك. تسمعيش؟ معلش انا عندي ودني الشمال دي حضرتك فيها تحلب. تحلب ايه وبحلب ايه؟ حضرتك يعني ايه تحلب؟ بعد اذنك يا ممدوح. لو سمحت لو انا انا بستاذن حضرتك. اه تخليها تسكت بس عشان هي عماله تتكلم ومضايقاني. ايوه يا مدام. ممكن تعلي صوتك شويه يا مدام؟ لو سمحت يا مدام اي مسؤول. ايوه هنا نتكلم معاه لو سمحت. هجيب لك مستر. اتي مستر. اتي مستر. اتي اللي تجيبيه. اتفضل احكي له بقى. انا جاي من المحل جبت المدام معايا والعربيه وركنتها بره. اوعى اوعى ايه؟ اوعى انت بتهددينا ولا ايه؟ اوعى اوعى ايه؟ اوعى الطريقه دي. طريقه ايه؟ ايه بنبهك. طريقه ايه؟ بنبهك. ايه عملكوا دي في البلد؟ نجيب ست فانيلات ينفع ده؟ دي معامله زباين. في جزار يلبس حاجه زي دي؟ ايه ده؟ دي تخش دماغك. جزار يلبس حاجه زي دي؟ حضرتك اتكلم بعقل بس عشان عقلي. وانت شايفاني مجنون؟ اوعى. شايفاني باكل؟ اوعى ايه؟ اوعى اوعى ايه؟ انا بقول لك توعى توعى. اوعى ايه؟ ما انا بنبهك. ما بنتهددش. ما انا بنبهك. ما بنخافش وما بنتهددش. اعلى مبخرك الكبير. اولا في حاجه مهمه قوي. نعم. كان لازم تعرفوها. آه. ان البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. دي فين دي؟ طب موجوده فين دي؟ وانا حضرتك وبعدين احنا ما اشتريناش وبقينا نرجع تاني. انا حطها لك بره شاريه فانيلات لجوزك. حضرتك تمبيه. مش حاجات اطفال. البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. ماليش دعوه. ماليش دعوه. احنا شاريينهم وجايين نرجعهم. يا ستي ماليش دعوه. لكن احنا شاريين. انا عايز الفلوس بتاعتي. عايز الفلوس بتاعتي. انا ماليش دعوه. وادي فانيلاتك اهي. الفانيلات دي ثمنها كام؟ 72. ليه هم كام فانيله؟ سته. 6 12 ب 72. انا هدي لك في دوله حضرتك 12 جنيه. ليه؟ ليه؟ شايفه ختم على لعبت هنا؟ ايه؟ شايفه ختم في لعبت هنا؟ فين حضرتك؟ ممكن انا مختوم ولا مش واخد بالي؟ ايه يا وليه؟ انت بتوريني ايه يا وليه؟ انت شايفاني عاجل في المذبح؟ ده العجول اللي بتتخدم في المذبح عندنا. يا ست خلصينا. الله يخليكي. لا يكسروا لك اولع لك فيه بجاز. يا ست الله يخليك. خلينا على فكره يا ممدوح انت عصبي. يا ست خلينا امشي. عصبي زي المرحوم جوزي. ان شاء الله بامر الله هتحصليه. احسن والله هتحصليه. ازاي يعني؟ زي الناس. ايه يعني فكرة. اما خلصيه دول وتديني الفلوس هتخلصيني بقى. هتحصليه بقى. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هعلقك ان شاء الله على الباب زي الدبيحه وشفيك وتاكل منك 4 شرط ده على الصفين رايح جاي. الست دي سيبها بقى. سيبها ربنا يكرمها. سيب ايه؟ ان شاء الله يجوزك. يا مدام الله يخليك. نعم. هاي يجوزك انت يعني؟ ايوه. من حلاوتك وجمالك؟ اهي اتجوزني. مالكيش دعوه انت. يتجوزني ما تجوزنيش ليه؟ اصم اصم افطر على بصله. انا بصله؟ يا مدام. يا ممدوح. يا مدام خلصت للدرجات دي؟ عينيك انا بنظري مش شايف. انت بزعلي عشان فاكر ان انا لوحدي؟ ما انا معاك حد. وريني هتجيبي مين؟ انا هجيب لك اصغر ولادي. ايش اللي تجيبيه؟ يا رودي. المذبح هناك اللي ابوك بيتخانق جري. رودي تعال. ماما دودة تعال. الراجل ده
بيطالبني بفلوس. عايز 72 جنيه دلوقتي حالا. ايه؟ عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. طب اوعى بقى.